إبريد. مرحبا بكم مستمعينا 9:12 دقيقة، أنتم تسمعوا في إبريد والموعد يتواصل حتى للعشرة متاع الصباح على إي إف إم وعلى إم تي إتش سبور على الفيسبوك. نفكر اللي ضيفنا هو دكتور رضا عراب، رئيس الإدارة الفرعية للإسعاف وطب الكوارث. نعاودوا نجدوا لك التحية. شكرا. سيدي شكرا. موضوعنا هو ما بعد الحوادث مباشرة، شنو يقع بالضبط، عملية التدخل كيفاش تصير بالضبط. كلام باهي بالكدي كنت قلته لنا قبل الفاصل دكتور. نزيد نكمل، وأنه كي قلت عملنا الدراسة عام 2015 جبدنا 125,000 عملية تدخل، منهم تقريب 70,000 عملية إسعاف. أنا مش نتلاه بالإسعاف خاطر عندنا الإطفاء والإنقاذ، كل واحد عنده خصوصيته بالطبع. دونك في الإسعاف هذية حتى التنظيمية نختلفوا تماما، مش كما نحن كما الإنقاذ كما الغوص كما النياب، عنا برشا فرق مختصة، عنا توا حتى فرق اسمها RT ريسك تكنولوجيك، المخاطر البيولوجية والراديولوجية والكيميائية و النووي. دونك احنا قاعدين نطوروا فيها هذه، وقاعدين نجيبوا في تجهيزات متطوره جدا حتى من فيينا من الايوا، وعندنا كوفيد عاونتنا برشا باش نزيدوا نطوروا مجابهه المخاطر البيولوجيه بالحمايه المدنيه من ناحيه التجهيزات من ناحيه التنظيم الى غير ذلك. دونك قاعدين نعملوا في مجهود كبير برشا. اما نعاود نجبد نرجع على تقريب 70,000 عمليه اسعاف قعدنا ندرسوا فيهم، وقتاش نخرجوا قداش نخلطوا على عين المكان، انا هي الاماكن في كل معتمديه نخلطوا مخر، وعلاش نخلطوا مخر؟ اسكو مشكل نتاع اعلام وقت نركزوا عمليه التحسيس والتوعيه. شنو نتيجه الدراسه هذه؟ علاش لقيتوا اجوبه للاسئله نتاعكم؟ فما بالطبع كما قلت لك، وقت كثرنا من التفقدات على مستوى الحمايه المدنيه، سواء كان بك منظومه التليفونات ولا منظومه التفقدات الليليه والفجائيه والمنظمه الى غير ذلك، على مستوى الحمايه وصلنا نوعا ما الى حاجه معينه. وقت يجيك ابيل لازم في ثلاثه ضربات يهز التليفون العون القاع اللي يبدأ على 198 اللي هو رقم النجدة، عنده دقيقة في يده باش ياخذ كافة المعطيات هذية ويسجلها في بطاقة، عنده يضرب الديبار امبيلونس، عنده دقيقتين باش يخرجوا العوين من البيوت نتاعهم، يلبسوا الزي نتاعهم، ديما لابسين الزي، مي على كل حال يلبس لي توني كامله ويكون في سياره الاسعاف بجنب الباب باش ينطلق يهز الورقه نتاعو. هذه زوز دقائق، اذا ما نجموش نهبطوا اقل من هكاك، سي هيومان وسي سي ناتوريل. توا من الخروج من الباب حتى عين المكان هذيك اللي قعدنا نحلوا فيها، نلقاو احنا في بعض المعتمديات نخلطوا بكري وفي بعض المعتمديات نخلطوا مخر. من بين الاسباب اللي هي مثلا نعطيك تدخل احياء اللي هي مش مهيئه، كيفاش تحبني انا ندخل لها؟ الامبيلونس عندها كبر معين، جبري معينه، والفما بعض الاحياء الشعبيه اللي هي البناء فوضوي غير مهيئ منظم الى غير ذلك، غير مهيئ لدخول وسائل النجدة والانقاذ هذه. وبذلك احنا في حتى من فتره فترات شرينا سياره اسعاف صغيره برشا باش نجم تدخل في الاحياء هذه، لكن احنا بصفه عامه سيارات الاسعاف نتاعنا سولون لي نورم كيما نتاع سانتي بوبليك اللي احنا نعتمدوا عليهم هذيك كل فيما يخص نوعيه التجهيزات الكبرى خاصيات الفنيه الى غير ذلك. و هذا باش يخلينا نخلطوا على عين المكان. الأماكن اللي لقينا فيها حتى العشرين دقيقة معقولة، معقولة خاطر ساعة ساعة بوتياج كياس صغير، معقولة معلوق، معقولة بالنسبة لشكون دكتور؟ معقولة بالنسبة للواقع. أخي أنا سامحني أنا هبش نقول لك هو يعمل تحليل على اللي صار. لا أنا راني نحكي لك على جمهورية تونسية 164,000 كيلومتر مربع، راني مانيش نحكي لك على تونس العاصمة ولا نحكي لك أنا قلت لك بكامل تراب الجمهورية قلنا 10 دقائق. حتى العشرين دقيقة سي كوريكت، كي تفوت عشرين دقيقة قلنا مش طبيعي، مش معقول نخلط بعد سبع دراج ولا ساعة غير بعض، مش معقول أكيد. حتى اللي في حالة خطيرة يموت. جينا شلقينا لقينا وأنه المسافة بعيدة، مسافة بعيدة، أنت فما ولايات راهو تمشي 60 كيلومتر، فما ولايات تمشي راك 40 و50 كيلومتر. بلي شنو وليش سياره الاسعاف تجري في 180 يعمل حادث يموت زاده والاكيباج؟ وقلنا لهم راهو كان سياره الاسعاف داخل المنطقه الحضاريه في كيما تونس العاصمه 30 كيلومتر في الساعه، يخرج شويه 60 كيلومتر في الساعه، في اللوتورود 90 كيلومتر في الساعه، خاطر انا زاده بيدي نحافظ على سلامه البيرسونيل نتاعي، عندي طبيب، عندي عوين اسعاف، عندي ضباط في وسط سياره الاسعاف، لازم انا بيدي نحترم قواعد المرور. لا هي السياره بيدي ماهيش معموله باش تفوت 120 130، احنا قلنا 90، احنا قلنا 90 فوق 130 معاش، فما مريض وما تنساش كياسات نتاعنا مش كلها خرق العاده. انا عندي سؤال سامحني نكمل، انا خرجت في ديبارات وقت تحط المريض وتبدا تجري به كله فوق البرونكار يطلع هابط.
حتى الصحيه انك الرجال طيح له ليتات فيزيك نتاعو معناتها يل بو ديكومبونسي. دونك احنا عملنا لي نورم في الديبار، احنا مازلنا نحكيو في المشي من غير ميزمو، نخدموا باللي نورم. كي تخدم باللي نورم تقدم، تقول لي باهي سامحني جوست نكمل. اي بالطبيعه باهي يا خويا، كانك 9 في 90 وجيت انت من بعد 7 دراج. اش قلنا مال الحلول؟ احداث مراكز وفرق جديده. ملي كنا دون لو طون عندنا رانا 35 راه، ومن بعد 40 50 60 توا ولينا 102. من النقطه اليوم 102 فرقه ونجدة، مركز نجدة واسعاف. كل مركز نجدة واسعاف في سياره اسعاف، فيها فيها شحنة اطفاء، والنجدة بالطرقات، خاطر حوث طرقات لازم تدخل هذو متلاث ساعة ساعة تدخل كرامبوراج في كراب يبدا محصور ما بيناتهم، لازمك شحنة النجدة بالطرقات هي اللي باش تعمل لي كارتمون، هي اللي باش تقص الطولة، هي اللي باش تخلص له ساقية، باش تعرف تخرجوا من الباب من الشباك الى غير ذلك. اذا هي منظومة كاملة تخدم مع بعض. دونك قلنا احنا توا اليوم هاو حتى بالنسبة للسنة حتى الدولة علاش نعود نرجع وقتي تعرف مركز فرقة متاع النجدة واسعاف قديش تكلف؟ أمليار، أمليار سان فونكسيون، مليون دينار، مليون دينار، دينار. وقتي تاخذ انت بنية يا اخي، عندك بنية، عندك قاعة عمليات، عندك بقعة بيروات، عندك العوين وين باش يرقدوا يخدموا 24 24، عندك ملي سانيتير نتاعهم، عندك من بعد هونغار باش تحط فيه. يا اخي جيش ينشي وسائل، راهو لومبيلونس ولات تسوى 150 مليون و200 مليون، راهو شاحنة تدفى، شاحنة تدفى راهي ب 450 مليون و600 و700 مليون، راهو شاحنة النجدة بالطرقات 600 مليون. إذا راهي معدات راهي غالية جدا، دونك لازمها اسباس، لازمها تكون محوطة. نعطيك سو مثلا، الشاحنة نتاع تدفى في المطار نتاع النورم نتاع المطار هذيك فودي دروك، فودي دراغون نتاع دراغون نتاع الهيدروكربور مثلا اللي فيها ايميلسور وكل، راهي تخلط واحد في 100 مليون فما النورم اللي ما عندناش. حبيت نقول لك احنا باش حلينا المشاكل هنا باحداث مراكز وفرق جديده، وعندنا في البرنامج 30 فرقه ومركز ان شاء الله في السنوات القادمه، خاطر لازمنا الارض، لازمنا بعد شهاده ملكيه. حبيت نفسر لك الصعوبه، راه مش معناتها بكل سهوله اي نعمل مركز حمايه، اي تعمل مركز ولا عوين، لازم 48 اجون واوفيسي، ولازمك معاهم في كل مركز، في كل مركز، مركز بالطبع يخدموا 24 24، معناتها لازم وانت عندك ثلاثه ترواز ايكيب اسعاف وتدفى وانقاذ. حبيت نفسر لكم معناتها لا كومبلكسيتي دو لا شوز. اخي احنا ماذا بينا المواطن دون لي 10 مينوت نكون، وعلاش احنا قلنا 10 مينوت؟ خاطر طبيا دون لي 10 مينوت مهما كانت خطوره الحاله وقت اللي اون بريزون شارج كوريكت، وساعه ساعه تجينا المعلومه اللي حاله خطيره جدا، يخرج الطبيب كان مش طبيب حمايه نكلموا طبيب السامو، رانا نجموا ننقذوا حتى الحاله في 10 دقائق قادرين عشرة. قادرين ننقذوا الحاله مهما كانت خطيره. مازلنا باش نحكي في الموضوع هذا فاطمه، باش نعطيك الكلمه بعد الفاصل، وبعد الفاصل زاده باش ناخذوا فكره على اسطول الحمايه المدنيه. وانت قبليك كنت تكلمت على عمليه تقييم مختلف الخدمات نتاعكم، جوستمون نحن نحبوا نعرفوا كيفاش يتم تقييم الخدمات نتاعكم، وكيفاش تعرفوا ما مدى رضا التونسي على نفس الخدمات هذيا. هذا حديثنا بعد الفاصل. مرحبا بكم مستمعينا، انتم تسمعوا في ابغيد وهذه كود دو لاغو، موضوعنا هو ما بعد الحوادث مباشره. وضيفنا دكتور رضا عراب، رئيس الاداره الفرعيه للاسعاف وطب الكوارث. دكتور، نحبوا ناخذوا فكره على الاسطول نتاعكم، حتى في الاوف كنا حكينا الايامات وقلت راهو عندنا 200 امبولانس تيب ا تيب بي، اش معناه؟ احنا في الحمايه المدنيه من بين الاسباب اللي كنا نخلطوا فيها مخر سكو في مركز، فيه مركز كبير كما تقول في معتمديه كبيره وفيها برشا مخاطر، عندنا امبولانس واحده. سي طبيعي، شيء طبيعي وقت احنا باش نخرج واحد تكسر في الدار ولا في الكياس باش نخرج له هذاك ويكلمني على حادث مرور، باش نلقى نفسي الامبولانس هذيك اونجاجي في تدخل واحد اخر. احنا كثرنا من سيارات الاسعاف، ولات فما مراكز فيها برومي ديبار ودوزيام ديبار وتروزيام ديبار، معناتها نجم نخرج ثلاثه ديبارات، واحد في معمل، واحد في الدار، واحد حادث طرقات او ميم طون، كل واحد بالليكيباج نتاعو. سمعني شو قص عليك، نورمالمون فما نورم في كل بلاصه سولون دونسيتي نتاع. لا احنا عاملين دي كريتير، علاش قلت لك الدراسه هذه عملنا دي كريتير. المناطق اللي فيها مناطق سكنيه حضاريه فيها دونسيتي دو بوبولاسيون كبيره برشا، المناطق اللي فيها مخاطر، مخاطر سبيسيفيك كما معمل تكرير النفط، ولا الا حلفه نتاع القصرين، والا اللي فيها برشا كلور، والا فما مناطق سياحيه كبيره برشا كما في الساحل، ولا مناطق حضاريه كما تونس العاصمه فيها متعدد الادارات والمخاطر والسيركولاسيون قويه اكسيتيرا. عاملين دي كريتير معين وعاطين نوتيفيكاسيون، من بعد نظمناهم ان هما فيهم اكثر مخاطر، ان هما اللي
لازم نعطيهم اكثر تجهيزات واحداث، ولا المسافه تكون مسافه طويله برشا اللي هي لازم نعطيها اكثر امكانيات ونركز لها فرق جديده الى غير ذلك. اذا احنا في الاسطول نتاعنا احنا عندنا كنا قلت لك قبل عندنا ان سول ديبار، ولو عندنا ثلاثه ديبارات ولا دو ديبار في كل اداره جهويه، وقاعدين نجدوا في الاسطول معناتها في العام ناخذوا بالعشره وبالخمستاشر امبيلونس نعاودوا نجدوا بهم، القدم نحطوهم تروزيام ديبار وجدد نحطوهم بالبرومي ديبار حتى نيجي العمر الافتراضي تولي غير صالح للاستعمال، نطرحوهم هذوك نخرجوهم كريمو من الخدمه ونجيبوا الجديد في هذا العمر. إذن الافتراضي قداش بدل؟ احنا انت ومناطق تو نعطيك تونس العاصمه نخرجوا 10,000 ديبار اسعاف في العام، سكي انورم. في مناطق اخرى نخرجوا 2500 3000 4000 ديبار، سي نورمال كي تونس العاصمه لومبيلونس تطيح في س دونك بالكيلومتراج بالكيلومتراج وبالليتا تنجم انت الكيلومتراج ما بين زوز ولايات، لكن الليتا كبير برشا كل يوم تخرج ثم نخرج وراه فما ادارات جهويه تخرج حتى بال20 و25 ديبار اومبيلونس. يعني ما المفهوم تنسيق مع البيدجي هذا كل راهو عندي تابلو، انا عندي تابلو في بيرويا كل ثلاثة شهور يجيني كشف على كيفة سيارة الإسعاف من التجهيزات نتاعها من المعدات نتاعها، أنا هو اللي تكسر، أنا هو اللي باش نشريه جديد، أنا هو اللي باش نطرحه، وهذاك نجمعهم كل ثلاثة شهور ونعلم بها الإدارة الشرائات ونعلم بها الإدارة العامة باش هي تبرمجها في الشرائات باش العام الجاي نشريهم اللوح القديم وندخل الجديد. معناتها رانا 70,000 عملية إسعاف في السنة، احسب كل عام ورا عام تجهيزات تطيح. إذا احنا وباش نقول لك أنا حاجة السنة معناتها 2021 أكثر عام الإدارة عطتني إمكانيات لتجديد. قداش البيدجي دكتور؟ بيدجي معناتها مخصص للمعدات الإسعاف بالضبط. ها عملناه 150 مليون. قداش كانت العادة؟ شنو نشري بها؟ شويه 150 مليون. لا ما تجيبلكش كرهبة. شنو نشري بها؟ لا مو أنا قلت لك جدد لي زومبيلونس. أنا راني كل وحدة تطيح نجددها، ما نخليهاش حتى تقدام برشا. معناتها 150 مليون نشري به لازاتيل، نشري به ماتلاكوكي، نشري به نتاع العمود الفقري، كسر اورينتي لحوادث الطرقات، كل ما هو لحوادث الطرقات كل شيء جديد. باهي دكتور خلينا نقدموا شويه أي. تقييمكم المختلف خدماتكم كيفاش تتم العمليه؟ التقييم هذا احنا دخلنا حاجه جديده، انا باش نقول لك حاجه، الكاحمه المدنيه شاركنا في هذه مؤسسه اسمها لينياس اللي هي نتاع التقييم نتاع في المجال الصحي تابع لوزاره الصحه. ودرنير موطة والشهر الآخر عملنا كراس شروط للحصول على الأكريديتاسيون الاعتماد في مجال النقل الصحي، والحماية المدنية ماشية في الأكريديتاسيون. الأكريديتاسيون صعيبة برشا، شنو اللي فيها؟ مختلف مكونات النقل الصحي من ليكيباج الفورماسيون بتاعو من التكوين الطبي من معدات سيارة الإسعاف مطابقة المواصفات العالمية من المواد الصيدلية من وين تستحفظك الوسيلة هذيك لي ريكلاماسيون. لي ريكلاماسيون كي يكلمك المواطن يقول لك والله مرة أخرى هزيتني والله ما لقاش مثلا هو قال مش معناتها صحيح ولا غلط، والله ما المتلكوكي منقوبة مثلا. عندنا كراسة فيها دفتر الريكلاماسيون، المواطن الفلاني قال لك ما تلاكوكي نحلوا بحثه، ما صار حتى شيء، نجم يكون هو الى ما لانتربريتي مش مشكل، اما انا ما نخلي حتى ريكلاماسيون تتعدى بدون اجراء بحث، مش معناتها عقابي لا اصلاحي. راهو في الحمايه المدنيه من اللي دخلت انا فكري اصلاحي ماهوش فكري عقابي، راهو العقاب ما يجيبش نتيجه صحيح، الاصلاح هو اللي يجيب نتيجه. وتعيط له وتفسر له انت تنقبت تنقب علمت عليه ما علمتش، مره جيت تقعد تعلم عليه. ما مدى رضا المواطن التونسي اليوم على خدماتكم؟ احنا والله انا شخصيا ماشيين في توجهات نريحوا نعملوا دي سونداج ونعملوا دي زونكيت من طرف مكاتب مختص ليديا يا خويا، يعني مش على مستوى الحمايه، نجيبوا بيرو سبيسياليزي نخلصوه خويا برمشي يعمل لي اونكيت حول مدى ساتيسفاكسيون المواطن الحمايه المدنيه، وندرسوا احنا من بعد على مستوى الحمايه ونحلوا الاشكاليات هذه. معناتها راهو ما عندناش اشكاليه، راهو في الحمايه صحيح هو هيكل عسكري لكن الاسبري سيفيل، اش معناتها الاسبري سيفيل؟ انا جو فو ساتيسفير العباد اللي نخدم فيهم، انا احدثت بور تو ساتيسفير، دونك ما عنديش علاش باش نخبي. يا اخي انت سامحني كي قلت انت مره الاخرى ما تلاكوكي والله هزتني ما تخدمش على ذاك ما العوين القهوه ما دكتور قوك. دكتور عندي التجهيزات عندي الامكانيات عندي كل شيء باش نبدل. دكتور دكتور قعدت لنا دقيقه نحبك تتوجه فيها اليوم المستعملي الطريق. والله احنا ديما نركزوا في المستعمل الطريق على السائق على السائق على السائق، ولا نحكيوا على الانفراستركتور، عمرنا ما حكينا على مستعمل الطريق اللي يمشي في الكيس. هون نعطيك حاجه،
توا أم ولبو يمشي في الكياس وولده صغير عمله 4 سنين من شيرة الكراهب تتعدى كربة متالي تضرب تكسر له يده وما يفتنش بيه. حتى البوسيت يقدمها حتى البوسيت يبدأ به الا ثم اولاد يبداو 4-5 اولاد يجي في طنبك الرامبوان في كياس ويبداو يحكيو والماده فارغه تزمر له تهبط الشباك. خويا هايك ماده فارغه يشري لك عركة. علاش تشري في عركة؟ تي خي صالحك انت ولي صالحيين تي ماده فارغه علاش قاعد في الكياس؟ وعندنا حاجه اخرى ديفو اخر، كل انسان يحب ياخذ وسيله نقل عمومي يجي في قلب الكياس ويحط الفليج ويبدا يهز في يدي. تي خي اخي التاكسيست ما يراش اللي انت على الماده. اعمل مناطق انت في بقايا معينه هاولا هنا مثلا في العوين، خذ مكان من الكياس سطره بالاصفر حط فيه اماكن هذاك نتاع وسائل نقل عمومي مثلا. عندك مثال راهو فما حلول، لازم التونسي يبتكر حلول يزينا من نقله على العباد. رانا نجمو نبتكر. وانت شنو كيفاش يجي الابتكار؟ كما قلت لك تعمل دراسه تدرس شنو الخلالات، نتلموا مع بعضنا 10 عباد اكسبير باش نقترحوا حاجه جديده ولا نعملوا كل حاجه الفلانيه. إذا لازمنا التونسي يتعلم يبتكر حلول لمشاكله هو مش لمشاكل غيره. صحيح. راهو العباد. لكن هذا ماهوش دور المواطن، ماهوش دور مستعمل الطريق دكتور. بالله سامحني. أنا لازمني أنت باش تاخذ كار ولا باش تاخذ تاكسي قدام كار 50 واحد قاعد في الكياس والمادة فارغة ولا اللابري اللي تاع الكار فارغ. وهو 50 واحد. أنا نحب نقول كلمة إذا تسمح دكتور، راهو فما هالمجموعة هالتصرفات البسيطة اللي تظهر لنا هذه الكل مع بعضها، راهم ينجموا وقت اللي يصير حادث في الكياس يحولوا جريح إلى قتيل. باهي، نحب نقول لك دراسة قريتها قبل، يقول لك 300 انفراكسيون على 300 انفراكسيون ينتج عنها عن اكسيدون. معناتها كي تخلي انت 10 مرات العباد ياخذوا في التاكسيات في الكياس، الأم 3 مرات هزة ولده، الأخرى بالبوسيت عملتها هك، الأخر من الغادي قاعد في الكياس، واحد منهم شي يخطف أكسيدون. إيه، عندنا أكثر ريسك باش كيكسيدون. دونك حبيت نقول لك لهنا، قد ما نقصوا من الخلالات، قد ما عدد الحوادث تنقص والخطورة تنقص. مشكور جدا دكتور رضا عراب رئيس الإدارة الفرعية للإسعاف والطب وطب الكوارث، مشكور جدا على حضورك معنا. بارك الله فيكم في الموضوع، والحقيقة تمتعت بالحضور معكم وسورتو دي جون جي بوكو ابريسي السؤالات نتاعكم تري براتيك. ميرسي بوكو يعيشك سيدي. هذا كان موضوعنا في كود لاغو الجمعة هذه ما بعد الحوادث مباشرة. الحوار نتاعنا تنجموا تعاودوا تلقاوها على باج اي اف ام غاديو على الفيسبوك ولا على باج ام تي اش سبور على الفيسبوك. الموعد مازال متواصل في ابغيد، وتود سويت نحكيو سبور نحكيو موتوكروس في كود فار. وبينا ضيوفنا سيلياس البلتي، مرحبا بك سيدي. اهلا وسهلا سيلياس، ماذا بيك تتكلم لنا في الميكرو يا عايش؟ مرحبا بيك يا عايش. مرحبا بيك سيدي الياس بلتي، عضو ومسابق واداري سابق بالنادي الرياضي التونسي للدراجات الناريه، والاهم من ذلك كله انك انت ملم بشان رياضه الموتوكروس، مالك جليدي لا بيلوت نتاعنا. اهلا وسهلا. السلامه، مرحبا بيكم. مرحبا بيك. لا ان توكا انت بيلوت، وقتاش بديت بالضبط مالك؟ الاج دو 15 ans. يعني وقتاش بالضبط؟ 2016. دونك 2016 البداية كانت في كلوب تاكابيس في جيبس. ايه. ومن بعد وليت في كلوب المرسى. باش نبدا في كلوب المرسى. باش تبدا. خاطر بديت ريزيدنت في تونس. انا ما عادش نجم ديبلاسي من جيبس لتونس باش نترين. معقول. باش نحكيو على النقطة هذه بالذات، على خاطر فما الخبر نتاع التعاقد نتاعك مع نادي نجوم طرابلس، كيفاش انت باش تنشط اليوم مع نادي المرسى وان باراليل مع نادي نجوم طرابلس؟ هذايا لأكثر تفاصيل باش نسمعوهم شوية آخر من عندك. البداية بيك الياس البلتي، نحبوا ناخذوا فكرة اليوم على تاريخ الرياضة هذايا، وقتاش بديت وقتاش تحولت من هواية الرياضة مهيكلة، خلينا نقول على خاطر ما نحبش نقول الرياضة محترفة ولينا اليوم نحكيو، دونك من الهواية إلى الهيكلة إلى التنظيم خلينا نقولوا. نعطيك الكلمة تفضل. الموتوكروس، أول كلوب موتوكروس بدأ في تونس سنة 1980، بدأ سي المنصف النغاوي اللي هو سان بيوني في الدومين هذا. 2007 بدأت تكونت الجامعة، كونها سي شاكي براهمي. 2007 الجامعة. 2011 بداوا النوادي يتكونوا، وبدا الماتيريال كما نقولوا الموتورات اللي مصيبة في الشارع في ديار العباد كلها ولات تمشي للنوادي، كما نادي بنزارت، نادي تونسي لدرجات النارية في سكرة،
نادي زميلتنا جابس تاكابس، نادي دوز، نادي حمامات. قداش عندنا من نادي اليوم في تونس؟ عندك شي فكره على الرقم؟ ثم تقريبا 10 نوادي اكيد، وفيهم نادي نسائي بركة في أريانا. جميل جدا. نذكر اللي عام 1980 قال هو بديت رياضة نقولوا نحن الموتوكروس في تونس في العالم. عام 1980 حسب ان تفكر اكسبلوزيون تاع لي موديل نتاع شي تفكر خويا نتاع 1980 نفكر التاريخ نفكر التاريخ اكسبلوزيون تاع لي موديل نتاع لي موتوكروس، معناها هوندا وياماها خرجت من اقوى لي موديل في التي تي ار في الاكسير بداية من عام 1980. صحيح صحيح، بداوا لي موديل ديفلوبي اندورو خاصة بداوا برشا في الثمانينات، وبدا هو لو سبور مشى قدم لكن الحق هو في تونس ما وقف شوية. اما من 2011 حسب كلامك انت صار ارتفاع النوادي ومسابقات، ولات نوادي فيهم بالعشرات ولاو لي بارون مرغومين، ولاو نوادي سورتو للصغار يعلموا في الصغار، على خاطر انت ما تنجم تكون دي شامبيون الا ما يبداو من الصغر. ارتفاع النوادي والمسابقين شو تاثيره اليوم على رياضه الموتوكروس في تونس؟ اش معناها سمحت؟ يعني اليوم انت قلت من 2011 فما اكثر نوادي، فما اكثر مسابقين، شنو الامباكت نتاع الارتفاع هذا على السبور اون جينيرال في تونس؟ شو المنافع؟ خلينا نقول المنافع انه ساعه العباد ما عادش تهز الموتورات وتجري في الكياسات، الناس تتكون باش للسلامة المرورية، الناس يحبوه السبور هذا، وكل ما تقع ايفينمون كبير يتلموا العباد يجيوا بالمئات يتفرجوا، حاجة سي اكستراوردينير. مثلا لازمك تعرف حاجة، راهو باغ اكزومبل النادي الرياضي التونسي للدرجات النارية شارك في بطولات عالمية كما نسمي لانديوروبال في التوكي في فرنسا، اللي هو أكبر مظاهرة عالمية نتاع انديورو نتاع انديورو، فيها 1500 موتور. احنا من نادي نتاعنا بار اكزومبل ثم شكون جاي في الاربعين الويلة يتسمى مايو جون ولا سبونسوريزي مونديالمون، مشي من تونس من هنا ونمشيو على حساب النوادي. جست ممكن تتسائلوا شنو الفرق بين موتوكروس وانديرو؟ موتوكروس هو يبدا سيركوي حلبة مسكرة دي تور دو سيركوي، لونديرو سي بلوس بالنسبة للكرهب وكأنه سي لو غالي في الكرهب. لونديرو لونديرو هو سيركوي صعيب، ساعة باركور صعيب فيه دي زوبستاكل، وزيد معناها سي اون كورس فيها تايمينغ وفيها شكون يخلط الاول، وتكون اطول من الكورس نتاع موتوكروس اللي هي دورات في حلبة بعدد الدورات. فهمت كيفاش؟ هذا ان توكا الجانب المشرق اليوم في الرياضة، انه فما ارتفاع نتاع النوادي ونتاع المسابقين وهذايا حاجة باهية بالكدا، لكن فما جانب مظلم خلينا نقولوا، فما عدة مشاكل اليوم تتعرض لهم رياضة الموتوكروس في تونس، كان تعرف عليهم المشاكل كيما كل رياضة. لازمك تعرف اولا انه درجات نارية من صنف موتوكروس وقت اللي تشريها انت من دار اليامها ولا من دار الهوندا ولا اللي هو ما تخوش معاها كارت جريز، لانها كارت جريز هي رخصة جولان على الطريق العام. دونك بالنسبة للموتورات كروس تشريها تاخو فاتورة، لكن هوني في تونس شيء ولو معناها انا بالذات والجمعية نتاعنا والجامعة نتاعنا خدمنا مع الوزارات الكل وتقابلنا معهم وعطاونا وعود وقدمنا في الوعود هذيك، لكن باقي شيء توا ما باقي الموتور نتاعك تهزها باش تمشي تعمل بها كومبيتيسيون ويدك على قلبك. منصر هي تو الموتور تبدا ما فيهاش لا ضوء لا ريتروفيزور والبنوات نتاعها ماهوش هومولوجي للكياس، نورمالمون الدوله ما تطلبش منك باش تعمل كاتيجوريز بالضبط، خاطر الموتور سي انوتي اللي هو باش يمشي في سيركوي فيرمي للكومبيتيسيون. صحيح، لا الدوله ماهيش ترى فيها بالنظريه كيما حتى في الكراب، حتى لي كلوب اوتوموبيل هكاك باش تاخذ قطعه يقول لك خلص ديوانه، يقول لك لا انت كلوب اوتوموبيل نورمال هذا اقوى من هكا بدري عسبدري والكاس ميسيرش على القطع عليه هذا الزيوان. هذا موضوع اخي بن هكا منصر، علاش معناها عادي عن جهل في كومبيتيسيون يجيك يفك لك الموتور خاطر انت ما تشاركش، سمعت عبيد ما تحبش تشارك تخاف على موتورها يفك لك الموتور. صار علينا برشا، صار مع زميلتك سونيا جمبري وقتها جاوا باش يمثلوا مسلسل فيه
ديسين نتاع موتو كروس هي خارجة من التمثيل نتاع المسلسل والحرس فكلها الموتور إلى يومنا هذا. معناها تولي أنت تهز موتور ونحكي لك معناها موتور حتى صغيرة حتى صغيرة 80-125 يبدأ فوقها هي ريتاش عليش هي عقلية نتاع جاهل سمعني يقول لك ريمورك الدولة اش قولك قولك مدابو موتور فيه موتور تيرميك بالسيلندري دونك يزم كارتغريس على اساس هذا حتى مثلا كومبريسور في موتور لازم لا حتى لو كان الاستعمال باش يكون استعمال معين في رياضه معينه في وقت معين بالضبط ما تخيلش عندك موتور تاع كومبيتيسيون تمشي تقضي به من من من, من العطار ما تجيش ما تنجمش. هو احنا وصلنا لاتفاقيه سابقا مع وزاره الماليه وزاره الشباب والرياضه وزاره النقل انه باش يعملوا باش يخدموا على صنف جديد نتاع كارت غريز تكون مكتوب عليها دراجه ناريه صنف موتو كروس غير صالحه للاستعمال على الطريق العام. ومشينا في النمط هذاك لكن شيء ما عادش تخلصوا وقتها ما عادش تخلصوا ديوانه ما عادش تخلصوا لي تاكس ديوانه موضوع اخر لا 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 ديوانه ديوانه اشكال أخرى. اشكال اخر فيها اشكال هو كايكيب سبورتيف نورمالمون ما يخلص مالا شنو ما المنافع نتاع الكارت غريز الجديده هذوما اللي وعدوكم بها وزاره النقل باش ما عادش تتفكلك موتورك لانه كيف يشدك عندك موتور يلزمها كارت غريز ما سماش حد اش معناها معناها قانونيا ما عندكش الحق ما عندكش حق تاخو موتور ما عندكش حق تكسبها خاطر ما عندها جمله واحده ما عندها حتى ستركتور قانونيه بربي 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 سؤالي لحظه برك سيلي سؤالي ليك انت توا وصلنا نحن الكونكلوزيون انك في تونس ما عندكش الحق ما عندكش الحق تكسب من موتوكروس مش ما عندكش الحق نجم تدخل السجن نجم ومن طبعا عندنا جامعه اليوم عندنا جامعه وعندنا رياضه مهيكله اليوم في بلادنا كيفاش هذاك هو العالم الثاني في شيره الدوله تمدلك الفرصه باش انك انت تسابق وتدخل للرياضه ذي ومن شيره اخرى تعاود تفك لك عندك زاده دار اليامها وعندك الهوسكافرن وعندك وعندك دي عبيد دي زامبورتاتور دي شوروم يجيبوا لي موتوكروس معناها الدوله تسمح انه العبيد تجيب وتبيع اما ما تسمحلكش جوالين معناها خذ موتوكروس علقها كوالو في داركم ولذاك تضارب كبير ياسر وياماها ما تجيبش حتى حتى موتور نتاعك ياماها يحرص تخدم مع قوات الامن لكن شوف, شوف وقت اللي انت تهز موتور نتاعك تشريها كيما نقولوا ب 20 مليون وتهز اكيبمون نتاعك متكلف عليك 3 4 ملايين ريان كوبين البوت والكاسك نتاعك ساعات الكاسك تاخذ 2 ملايين تخرج بيهم يشدك عون امن يحكم عليك بعام حبس عام حبس اي شنو وقتيه ب 60 وب 70 مليون يعني يقاوموا تطبيق قانون لا 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 التهمه تقول التهمه هي معناها عندك حاجه بدون مصدر ما يعرفوش المصدر نتاع الموتور هذا يعني اي انت شريتها لكن فيسكو هي ما عندهاش كارت غريز يتسمى تشريها في تونس نقل بدون بدون اي تنجم تشريها في تونس شو هي فما فورمول راهو وائل كيما باغ اكزومبل كيما باغ اكزومبل انا اش كان عندي كانت عندي تي تي ار 600 تي تي ار 600 معروف علاش انا موتور اونديرو على باز تي تي ار 600 موتور معناها سسبنسيون اونديرو و لا على باز اجالي كرامبون معناها نورمالمون في الكاتيجوري تاع موتوكروس اور اللي كانت عندي انا سوبر موتور لونك فيها 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 ذو وتراك بلا ريتروفيزوريت واللي كانت عندي انا بنو موتور لهنا صارت فيها اومولوغاسيون كارت غريز ولكن فما برشا حاجات ماهمش لوجيك مثال الموتور تقيدت في كارت غريز زوز بلايص اكزومبل موتور اونديرو تقيدت موتور دو بلاص اي مثال معناها راهي الستركتور القانونيه نتاع البارتي هذه نتاع الموتور الكل الاشكال الاشكال عميق فيها اشكال بركه تحس كل شيء بالصدق عندها نفس راس وليه واللي تحسه اكثر من هذا الكل اللي الدوله واعيه انك انت من حقك باش تسوق وسيله نقل مجهوله المصدر عام حبس ويزيدوا يقوموا لك الموتور هزوما ب 20 مليون تولي تدفع عليها خطيه ديوانيه مرتين اخرين تولي تجيك 60 مليون وعام وعام حبس 20 مليون وفي نفس الوقت عندنا عباد تلعب برا وانت ماشي تشارك في بطوله دوليه وتحت جامعه وتحت وزاره الشباب والرياضه والحرس في باله دوله ضد الدوله اسمع والحرس في باله نعلموه قبل ما يصير مهما نشاط والحمايه المدنيه نعلموها والولايه نعلموها معنى انا كنت اداري في الجمعيه نتاعي كنت لاهي بالاوراق هذوما نوصلهم ونبدا هاز الكاميونه بالموتورات يدي على قلبي مفجوع لا يتفكوا لي موتورات الناس خاطر انا كنت لاهي بالحكايه هذه
برشا نقاط استفهام الحقيقة، كلمة مهمة قلتها مالكي، نزيدك الدولة أنا. ضد الدولة بالرسمي، دولة ضد الدولة. نزيدك أنا حاجة بعجالة، خلنا نحكيه مع ضيفتنا سيليست. تفضل تفضل بعجالة. أي كلمة حبيت نقولها هذه حبيت نركز عليها. توا أنت باش تخرج دي شامبيون على نيفو انترناسيونال، احنا هوني عنا الأرضية، الطلين الطلين يمشيو 10 من الناس باش يترينيو موتو كروس على الرمل، لانه ما ينجموش يهبطوا على الرمل نتاعهم في ايطاليا، يمشيو لبلغاريا ويمشيو لرومانيا، فيهم بلايص فيهم رمل، يمشيو الجمعه ب 30 وب 35 الف يورو. الوغ احنا النوادي اللي تتكفل بال، لا يمشيو هما باش يترينيو لي شامبيون طلين. أيوة. الموضوع اللي ديما نحكيو عليه، والفلوس الفلوس هما النوادي ولا الدوله هي؟ مش هذا حاب يقول لك، حاب يقول لك راهو سبور هذا يجم يخدم لك يدخل فلوس كبيره، يلزم يدخل فلوس كبيره. حاجه ثانيه، انت باش تتعرف عالميا ويبداو عندك دي شامبيون كيما ما شاء الله، انا برشا شامبيونات كان نزيدو شامبيون موتوكروس كيما اختنا ملاك بارك الله عليها، نجم مازال افق كبير محلول قدام. لكن في تونس شنو القانون يمنع عليك باش تطلع على دراجه ناريه وانت عمرك اقل من 16 سنه؟ دونك ما تنجمش انت تشري موتور صغير 50 لولدك وتقول ها باش نبدا نعلم. تعرف تعرف النقطه الايجابيه هنا شنو هي؟ اللي نحن اليوم في تونس عندنا اون مارج دو مانوفر كبيره ياسر قدامنا، قادرين ان نحن نطوروا ونتحسنوا في وقت قصير بالكدا. الاغلاط اللي عندنا، الاغلاط اللي عندنا واضحين شنو واضحين بالكدا، وكان نصلحوا الاغلاط هذيا الكل رانا قادرين نتحولوا من بلاد لبلاد اخرى تماما. باغ اكزومبل ما تنجمش تعمل اسيورونس. اي وي سي فري، يشوف الموتور يقول لك لا مجهوله المصدر. اي ليه حتى لي زاسيورونس يقول لك انا اكيد انا ما نامنكش. لا نعرف شكون وصل، وهذا مفهوم راه نعرف شكون وصل بعد المنفذ للاسيورونس وما عطاهوش اسيورونس. حاجه اخرى قال حاجه مهمه برشا، قال لك راهو ممنوع انه يطلع على الموتور عمره اقل من 16 سنه، وقت اللي قبيله زاد قال لك اللي لي غران شامبيون بالحق، لي غران شامبيون دو موتوكروس في تونس بداو مش صغار بركه، وائل من اللي عمره اقل من 10 سنين يركب على الموتورات الصغار. الكلام اللي كان قالوا لي احنا عندنا من 6 سنين ومن 5 سنين بداو بالضبط. عبيت تعرف ليدي. تمشي بالموتور اكثر من اللي تعرف تمشي على ساقيها. يلا 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 ملك جليدي ضيفتنا، نعاود نجدد لك التحيه. مرحبا بك بطلتنا، بطلت ملك ملك جليدي. باش نمشيو فاصل قصير ونرجعوا بعد الفاصل باش نكتشفوك انت بداياتك كيفاش كانت من نادي تاكابيس في جيبس، ومن بعد النادي المرسى اللي انت حاليا باش تنشط رسميا في النادي هذا، وباش نحكيو زاده على العرض الانتقال، عرض الانتقال من ما نعرفش منين لمنين اون فيت اون توكا، حتى النادي نجوم طرابلس، اما من نادي المرسى اي ليه كيفاش بالضبط هذايا باش تجاوبنا عليه بعد الفاصل. مرحبا بكم مستمعينا، 59 دقيقه 10 دقائق يفصلون على نهايه الموعد الاسبوعي نتاعنا. ملك جليدي بيلوت موتوكروس، البدايه كانت في نادي تاكابيس في جيبس، من بعد في نادي المرسى، وتوا بين نادي المرسى وبين نادي نجوم طرابلس باش نكتشفوا التفاصيل هذه. لكن قبل هذا الكل نحب نعطيك تعلق على الكلام اللي كان يتحكيه هنا. مرحبا مرحبا بك، اهلا وسهلا. ما خلتنيش نعرف على روحي تفضل عندك كلمه تقول فيها اللي تحب. باهي ملك جليدي، عمري 21 عام، اصلي جبسيه جنوب التونسي. مرحبا. مولوده في المرسى، متسابقة مولودة وين؟ في المرسى. في المرسى؟ فهمتك بيه. مسابقة نراجات نارية الموتوكروس، كنت في جامعة تاكابس، رئيس نتاعها بكر مادي، تو تنقلت إلى كلوب المرسى، رئيسها منصف نغاوي، وعملت بداية جديدة خطوة باهية في ليبيا، نادي نجوم طرابلس. باه نصدروا في الأبطال زادة، مش كان عندنا أبطال. اي نعم اي نعم. باه تعليقك على الكلام اللي كان يتحكيه هنا من مشاكل، الحاجات إيجابية زادة، حتى مشاكل عرضتك أنت بيدك لازم تحكي عليهم. هذيك صحيح عرضتني برشا مشاكل كعنصر نسائي وكل، أما ديما نتجاوز خاطر ما نحبش ننظر للحاجات السلبيه ديما كل ما تتقدم كل ما يزيد وعيك اكثر، كل ما الناس تزيد تحبك اكثر، تزيد شعبيتك للناس للرياضه،
ريت الرياضيين قداش ما احلاهم سانسيرمون راه ريت لسبري سبورتيف راهو لسبري سبورتيف راهو حاجه نظيفه وحاجه نقيه وحاجه محلاها اللي تبدا موجوده عند الرياضيين نتاعنا ومصاب لسبري سبورتيف هذا يتعمم على المواطنين الكل. يلا رجع لك الكلمه مالك بي مليك ان توكا يلزمنا نوجهوك في الحوار نتاعنا بي ان توكا اكتشفناك انت اكتشفنا البدايه نتاعك من جيبس للمرسى النادي نجوم طرابلس. الصفقه هذه صفقه الانتقال كيفاش تمت بالضبط البريز دو كونتاكت وقتاش كونتاكتيوك على اثر اي سباق ولا على اثر اي مسابقه وين لاحظوك وين دخلوا معكم كونتاكت؟ هي اول مشيه ليا في ليبيا كانت أول كونتخا تصير ما بين ليبيا وتونس كسيدة صغرى. دخلت مع نادي نجوم طرابلس باش نشارك معهم في البطولة للموتوكروس كأول فتاة تلعب معهم كيما باش نمثل ليبيا كيما باش نمثل تونس. وقتاش كلموك؟ لها بخيسك 3 موا. وكيفاش تمت من بعد البروسيدور مشيت بحذاهم خاطر احنا راهو هنا عندنا صفقات الانتقال اللي نعرفوها في الرياضات الجماعيه تقريبا هذا المعتاد اللي نسمعوا به ديما لكن في الرياضات الفرديه خاصه في رياضه الموتوكروز غامضه شويه العمليه الانتقال. اسكو فما كونترات مكتوب كونترا بالنسبه للبيلوت الشروط نتاع شنو الشروط؟ الشروط اللي البيلوت لازم يتحملها الشروط هذيا شروط خاصه بالبيلوت الكلوب الكلوب نتاع طرابلس اسكو عنده ماهوش كلوب هو نادي هذا يلم الرياضه الميكانيكيه كل موتوكروس خوت يعني موتريفت جيتسكي مختلف الرياضات الميكانيكيه الكل مجمع الرياضات جامعه تقريبا هي وكاين في ديراسيون عندهم يسموه نادي نادي جامعه مش جامعه نادي ماهوش اتحاد نادي فهمتك كيفاش باش تتم على انت باش تجري مع نادي نجوم طرابلس وباش تجري مع نادي المرسى في نفس الوقت ولا كيفاش؟ نادي نتاع ليبيا فما بطولات معينه باش نشارك فيها نادي نتاع المرسى الكلوب المرسى بطولات وحدنا في تونس تاع تونس كل كورس نتاعنا هذوك قداش 5-6 كورسات في العام تقريبا سنه 4 فما لا اسمعني ما تبهتش واش نتاق بيلوت يلعب في 24 لا 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 اكيد الونزو صارت هكا لا مانيش بيت انا قاعد نحاول ناخذ لو ماكسيموم دانفورماسيون لا هذا راه موجود حتى في الهوند مثلا ولا في مختلف رياضات اخرى نحكيو شويه على العرض ولا لا مالك اسكو فما امتيازات ماليه محترمه ولا لا قبل كل شيء الحاجات الماليه نخليها في الاخر باه نخليوه المهم فما حاجات ماليه بقدره الله فما بقدره الله نعمل الخطوه الاولى بعد ربي سهل عرض الانتقال انت صححت كونتراتو كي تصحح كونتراتو فما بريم دو سيناتور فما موجود فما كل شيء في المهموت هنا اي الضولي نحب انا نضوي على نقطه في هذه النوادي الرياضيه نادي نتاع موتوكروس تعرف قداش ياخذ دعم من عند الدوله في العام ياخذ 2 ملايين حق البوت اي ما يخوش خير الحقيقه حق كاسك انا الجمعيه اللي كنت ننشط فيها تقريب 40-50 بيلوت ما نحكيش لي مومبر 40-50 بيلوت بموتوراتهم من اللي عمره 4 سنين للي عمره 60 سنه في 4 سنين اي عندكم في النادي ناس عمرها 4 سنين اي هكا بعثت لك تصور هاي 4 سنين يبدأوا بالبيوي 50 كل صغيرة بلاش فيتيس يكسليري واحد كبير شاد ويجري وراه حتى لين يكبر يولي عمره 15-2 20 متر في الهواء وما عنده حتى مشكل لكن كيف ياخذ 2 ملايين دعم من عند الدولة وش نجم يعمل كنت تفكر ما نجم يعمل حتى كنت تفكر تحية خاصة السي سفيان بن جبارة اللي هو ان دي بيونيي في الموتوكروس في تونس واللي هو حاطط دم قلبه باش الرياضة هذية تطلع وتولي بقيمتها في تونس تحية ليه سفيان بن جبارة مليك نرجع حبيت نعلق على حاجة بالنسبة للفلوس كي مشيت
اتفقت معهم وكل ما خممتش في الفلوس خاطر حطيتها حاجة ثانوية. حاجة ثانوية خاطر الحاجة اللي سونسية اللي حبيت نوصلها حبيت نكبر شعبيتي وشهرة متاعي وكل صحيح. وحبيت نطمح لما أكثر حتى دوليا. هذا حقك بيان سور هذا حقك والفلوس هذا من حقك راه موش عيب وماهيش حاجه مش هو الاوبجيكتيف من حقك ما موش الاوبجيكتيف هذا ماهوش الاوبجيكتيف اكورتير ماهوش الاوبجيكتيف تو لكن نحب ولا نكره هو سي ان اوبجيكتيف قاعد تحكي مع عبد باسيوني يحب يربح معناتها اما الباسيون تاعها كان ما تترافقش بالامتيازات الماليه راهو 10 سنين اخرين الباسيون ذا ماكش تلقاها نفسها. اجي نسالك سؤال قداش من واحد يلعب موتوكروس في تونس وفي الاخر كي يلعبوا قداش صرفوا قداش ربحوا ذكر وقتاش اسمه جاي قال مليون ميلاد قال لك ربح كان يخموا كيما انت تحكي راه معنا شامبيونار احنا نصرفوا الملايين ونروحوا ديبيتور دونك تقول لك الفلوس مش الاوبجيكتيف ديجا ما احترافيا اكيد فوق تخمم في الشيء هذا صارت لك اشكال صغير صارت كيما الحمله الممنهجه ضدك في ليبيا عاد احكي لنا عليها. يسخيلوني ليبيا هما خطر عملت صورة عفوية في جامعة طرابلس ومشيت للنادي متاعهم كل يوم هما ديما يخرجوا غادي موتورات وكل لعبة صغيرة بوكس نعرفش شكون صور بعد صور الفيديو بعد ما روحت وكل فضل بعد ما روحت صحابي بعثيني مساجات وكل شوف روحك مهبطينك فيديوهات وتصور على انك انت ليبية وجماعة الميليشيات وراك شام خاوتي زي اما هذه الاشكال وصارت من بعد كما قلنا صفحات على الفيسبوك عشرات الصفحات عشرات الصفحات اللي في الانستغرام في الفيسبوك تكلمت ضدك وكلام الحقيقه بون الكلام راهو نفس الكلام اللي يتقال في ليبيا هو بيدو اللي يتقال في تونس باش ما نقولوش راهو نحن في تونس هذاك هو شعب الفيسبوك على غالب لكن اوميم طون فما ناس وقفت معاك فما ناس ليبيين وقفوا معاك اللي ما يعرفوش برشا ناس نعرفهم ما نعرفهمش فما حتى محامين فما حتى جمعيات Brotherhood, VIP, برشا برشا مليك تفضل نعطيك 10 سكوندات بالضبط باش تكمل تحكي فكرتك ونشكرهم على المبادرة هذه وإن شاء الله من حسن لي أحسن إن شاء الله أنتو الخبر الأهم أنك أنت أول مرأة تونسية أول تتعاقب سيدة صغرى بين ليبيا وتونس بالضبط كرياضية بالضبط وذي شرف لنا نحن التوانسة الكل مش كان الرياضيين كهو ونحن زادة كأعلاميين ولا حتى كمستمع اليوم قاعد يسمع فينا شرفتنا يعطيك الصحة مرسي بكو وإن شاء الله تعاود ترجع بحذينا باش ناخذوا آخر الأخبار مشكور جدا زادة سي إلياس البلدي تحية الملاك أنا حييتها 10 سنين التالي وقت اللي كانت صغيرة ونزيد نحياها اليوم مشكور جدا سلياس البلطي عضو ومسابق واداري سابق بالنادي الرياضي التونسي للدرجات الناريه مشكوره نور في الاخراج وايهاب في الاخراج الرقمي توت ليكيب يبغي يعطيكم الصحه نوائل البيجي ما بقى لي كيمش نقول لكم نهاركم زين.